أعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور زياد خلف الجمهوري زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ، وهي تشمل عموم أقضية ونواحي المحافظة، مشيرا إلى أن كوادر المديرية تقوم بفحص المسحات في مختبر الصحة بالمحافظة بعد أن كانت ترسل إلى بغداد. موقف الوبائي هناك تزايد في الإصابات. في البداية كنا نسجل إصابة أو إصابتين، اليوم نحن يوميا نسجل 50 إصابة. أيضا كان في البداية مؤسساتنا الصحية والردهات الوبائية كانت الحالات المشتبه بها والحالات الحرجة اللي تراجع المؤسسات هي من حالة إلى حالتين، اليوم أكثر من 30 حالة في كل مستشفى، لذلك هناك زيادة في عدد الإصابات. هناك الإصابات كانت في مناطق معينة، اليوم الإصابات في عموم المحافظة وفي جميع الأقضية والنواحي. كركوك هي المحافظة الأولى اللي سجلت إصابات. جميع الإصابات كانت العينات ترسل إلى العاصمة بغداد وتأتي النتيجة من مختبر الصحة المركزي في بغداد. اليوم أبطالنا في كركوك يعملون الفحوصات يوميا، ينجزون أكثر من 180 فحص يوميا، والحمد لله في مختبراتنا، مختبر الصحة المركزي في كركوك. عدد الراقدين يختلف من مستشفى إلى أخرى. في مركز تدبير الوبائي لدينا الآن أكثر من 60، لدينا في شقق جنوب دوميس أكثر من 60، لدينا في كيوان 30، وفي كل مستشفى تقريبا من 10 إلى 20 حالة.